بسم الله الرحمن الرحيم. Today's lecture is going to be on legal and ethical issues in medicine. شنو معنات legal and ethical؟ legal يعني أمور قانونية، ethical أمور أخلاقية in medicine في المشاكل اللي نواجهها إحنا كأطباء تختلف عن المشاكل اللي يواجهها أصحاب المهن الأخرى، لأن هناك أشياء تتعلق بحياة المريض، هناك أشياء تتعلق بأمور قانونية وتبعات قانونية. لازم أنت من طبيب بعدك أنت أثناء الدراسة تعرف شنو المشاكل القانونية والأشياء اللي ممكن تحمي نفسك وتحمي المريض. فأول شيء راح نتحدث عنه in this lecture is how can we define legal competence. What we mean by legal competence. Legal competence معناها الأهلية القانونية، يعني من الشخص اللي عنده أهلية قانونية أن يتخذ القرارات عن نفسه، يقرر عن نفسه. So to be legally competent to make healthcare decisions, a patient must understand the risk, benefits, and likely the outcome of such decisions. إذن ليكون الشخص مؤهل قانونياً أن يتخذ قراراته الصحية، إحنا نحكي عن الناحية الطبية والصحية. ممكن انه يجوني جماعة مثلا القانون عندهم امور اخرى، الاختصاصات الثانية مثلا عقار اللي تسجل باسمه واسم الاخرين، ما له علاقة. احنا بنحكي عن الامور اللي تخص الناحية القانونية في العلاجات الطبية. فحتى يكون الشخص مؤهل اهلية قانونية ان يتخذ قراراته الطبية بنفسه، لازم يعرف الخطورة، المخاطر، والفوائد ونتائج القرارات اللي راح يتخذها. مثلا اذا احنا عندنا كل علاج اكيد من تقرون الليفلت مالته، مثلا مرحله ثانيه تقرون المخاطر مالت العلاج. باراسيتول ابسط علاج ناخذه كليتنا، ماكو احد ما مستخدمه. نقرا الليفلت راح نشوف اكو فد يعني ميجر سايد افكت ممكن تسببها، ممكن تسبب اذا هاي دوز او توكسيك دوز راح يسوي لنا ليفر فيلر، عجز بالكبد. زين، فإذا شخص غير مؤهل يقرأ بس هاي الكلمة راح يعزف عن أخذ القرار، عن أخذ العلاج العفو. لذلك فيجب أن يكون الشخص قادر على أن يخلي ميزان، يسوي موازنة بين الريسك والبنفيت. الريسك يعني مخاطر، إذا أنا تركت العلاج أقول هذا العلاج بمثلا الدم من أنقذ بلاد ترانسفيوجن، زين أكيد سامعين أكو أشخاص يحتاجون بلاد ترانسفيوجن. أكو مخاطر أنه يصير ألرجي، حساسية، وممكن هذه الحساسية قاتلة، لكن هذا قد نسبتها، نسبتها في النسبة قليلة مقارنة بفائدة الدم اللي يحتاج الشخص ينقذ حياته. ممكن يكون الشخص في مثلا حادث وفاقد في 3 لترات من البلط ويحتاج يعني بلط ترانسفيوجن مثل 6 باينت. زين، هاي الباينت الوحدة هي عبارة عن نص لتر. شايفة بطل الدم؟ اكيد يعني ماكو احد ما شايفة. فمن اجي اقول للمريض اكو فد خطوره انه يصير عندك تحسس، يقول لي لا ما اريد هذا العلاج. فاقول له لكن الخطوره انه من تترك العلاج اكبر بكميات مضاعفه. اذا حتى هذا الشخص، هذا طبعا اللي اقل من 18 سنه او فاقد الاهليه، ممكن ما يفهم هذه احنا نكون موازنه بين الريسك والبنف. لكن الشخص اللي above 18 years of age and older يعتبر legally competent. طبعا اكو استثناءات، الاشخاص اللي راح نشوفهم هسه ما يقدرون، هم صح اكثر من 18 سنه لكن كان not be considered as legally competent. اوكي، الاشخاص اللي اقل من 18 سنه يسمونهم minors. minors مو minors يعني اقليه، لا، minors اعمارهم اقل من 18 سنه، واللي دائما دول في اغلب الاحيان ما عدا استثناءات يكونون شو يسمونهم، يصحونهم minors و legally incompetent، يعني ما يقدرون يتخذون قرارات. لازم من مريض عمره مثلا 13 سنة يريد يسوي عملية يجي أبوه يوقع بمكانه، زين، أو مريض طفل عمره 7 سنوات ويريد نسوي له إحنا فد مثلا فد operation أو مثل نقول procedure، نريد نسحب له عينة من الكبد، نريد نسحب له عينة من النخاع الشوكي، لازم أهله يوقعون عنه. ليش؟ لأنه هو يعتبر minor legally incompetent. اكو جماعة من الماينرز، ذول اللي اقل من 18 سنة ينصحوا لهم emancipated minors. emancipated يعني شنو emancipated؟ يعني قاصر متحرر.
يعني لون القاصرين اللي أقل من 18 سنة ممكن يتخذون قرارات بنفسهم، قرارات طبية، ده نحكي عن الطبية هسه احنا، ممكن انه يوقع نفسه على العملية او يقبل علاج يوقع نفسه. يا حالات زين، A they are self supporting or in the military، يعني احتمال هم داخلين مبكر للمنو للعسكرية للجيش، او self supporting ما عنده احد، يعني هو قاصر وهو معتمد على نفسه، ما عنده لا ام ولا ابو ولا وصاية احد، فهذول هم يتخذون قرارات بنفسهم ماكو بديل لهم. فهاي اول استثناء عرفنا. هسه نرجع شوي للعنوان emancipated minors. الماينرز هم الاشخاص اللي جوا 18 سنة اللي بالحالة الاعتيادية يكونون تحت وصاية الاهل. الاهل طبعا يكونون parents بالدرجة الاولى، اذا ماكو ممكن الgrandfather او الانكلز يعني الامام الخوال حسب درجة القرابة. اذا هذول الاشخاص ممكن ان يكون لهم استثناءات اللي جوا 18 سنة، فهذول ممكن ان هم يتخذون قرارات وهم يوقعون على عملية او يوقعون على علاج. زين، اذا كانت هاي الامور الاساسية، اولا قلنا هم self supporting ويدعم نفسه ما عنده اي احد يعتمد عليه او يكون في الجيش. ثاني شيء ممكن يكون they are married، اذا هو مريض وراح يصير اكو طفل under their responsibility. زين، فهذا بعد ما بيها مجال انه يكون هو تحت وصاية الاخرين. ف they have a children whom they care for، يعني عندهم اضافة الى هم متزوجين، هذا النقطة الثالثة، النقطة الثالثة انه يكون عندهم اطفال، فهو يتخذ قرار، هو عمره 17 سنة وعنده طفل، فاذا هو يتخذ قرار طفله في هذه الحالة، واضح. ف كل هاي الكولكتيف لهذين اللي حكينا انه شخص هو معتمد على نفسه، هذا الشخص هو متزوج عنده اطفال معتمدين عليه هو يتخذ قراراتهم، راح يصبحون في هذه الحاله consider as competent adult، يعتبرون حال الادلت البالغين اللي هو competent واللي يتخذ قراراته في نفسه بنفسه. لهنا واضح، ما عرفكم اشكال عليه، واضح عندنا الليجالي كومبيتنت هم الاشخاص اللي فوق 18 سنه، اللي تحت وصايتهم الاشخاص اللي اقل من 18 سنه، مثلا ابنه او اخوه صغير او حسب يعني درجه القرابه يتصلون ماينرز. ماينرز من الدول الماينرز، اكو ايمانسيبيتد ماينرز الاشخاص القاصرين اللي هم متحررين من وصايه الاخرين، واتفقنا اذا كان هو مثلا معتمد على نفسه او متزوج او عنده اطفال هو يعني يقوم بوصايتهم، ففي هذه الحالة يعتبرون حالهم حال الأدلت كومبيتنت أدلت. هسه نرجع للدول اللي قلنا فوق 18 سنة، متفقنا انهم هم دول صحنا الليجالي كومبيتنت. دول احيانا نسأل يعني اكو تساؤلات عن الكومبيتنت مالتهم او يرفع الكومبيتنت عنهم، يعني يكونون غير قادرين وغير مؤهلين ان يتخذون قراراتهم بنفسهم. يمكن هسه يتبادر الى ذهنكم راسا انه الاشخاص اللي intellectually disabled، اول شيء يتبادر الى ذهننا الاشخاص اللي عندهم اعاقه ذهنيه، حتى لو وصلوا عمر فوق 18 سنه ما يقدر يتخذ قراراته بنفسه، اكيد هذا اول شيء بدر بذهنكم، وفعلا وهذه من الامور اللي تخلي الشخص legally incompetent. So if an adult competent is any question، شنو معناه any question؟ يعني معناه عليهم question mark، معناه ما اقدر اخليهم يتخذون قراراتهم بنفسهم. دول الادلت competent، هم competent زين، وهم واصلين فوق 18 سنه والمفروض هم يتخذون قراراتهم الطبيه والصحيه بنفسهم، لكن ما اقدر اخليهم بهذه الاسباب. Number one they are intellectually disabled. شنو intellectual disabled؟ اتفقنا انه هذا المصطلح الجديد بدل mental retardation، كان قبل السحولة mental retardation تخلف عقلي، هسه هذا السحولة تأخر ذهني أو إعاقة ذهنية، شوية المصطلح أهون من ذاك المصطلح. So intellectual disabled or demented person، demented من dementia، سامعين dementia؟ dementia نوع من الاضطرابات اللي تصير بال يعني late adulthood أو بالolder people، يعني معناها شنو صار عندهم؟ صار عندهم خرف، بدأت تتراجع قدراتهم العقلية. زين،
فإذا دول اللي أشخاص اللي مصابين بالديمنشيا أو اللي هو intellectual disabled دول ما يقدرون يتخذون قراراتهم بنفسهم مع أنه عمرهم فوق 18، مع ذلك يحتاجون وصاية الآخرين. نحتاج هنا judgment، بشوفون هنا نحتاج judgment، يعني judgment شنو؟ قرار مين؟ مو من العائلة زين هنا فقط او طبيب العائله فقط، لا هنا لازم اكو مجموعه من الاطباء ومجموعه من الاخصائيين يسوون لجنه حتى يقررون انه هذا legally competent or not. واضح؟ فمو الاهل يقررون يجون يقولون لنا هذا ابننا فاقد الاهليه واحنا نريد نقرر مكانه، لا ما اكون حكي، ولا طبيب واحد ممكن يقرر، فيزيشن واحد مال العائله، لازم مجموعه من الاخصائيين. أول نقطة واضحة وهي هاي تتبادر دائما إلى ذهننا لما نقول شخص فاقد الأهلية ما يقدر يقرر عن نفسه، اللي هم دول intellectual disabled or demented people. نمبر 2 زين الأشخاص اللي بعد عندهم أصلا هم legal competence لكن هم شنو؟ refuse ممكن medical treatment، هم أصلا شو يسوون؟ يرفضون يعني شنو هم يرفضون العلاج زين، فهذا يرفضون العلاج والعلاج هو ضروري جدا لهم، فهنا أنا راح تتغير الامور حتى لو هو شخص مثل ما قلنا ما نسوي او يعني مصاب باضطرابات عقليه، او ممكن الشخص هو ما عنده مشكله، يعني شخص فوق 18 سنه ومؤهل لكن عنده مشكله في سلوكيات الاخرى incompetent in other areas of their life or his life مثل finances، يعني ما عنده سيطرة على يعني شايفين أشخاص يعرفون يتصرفون بأموالهم، فهنا أيضا يعتبر مرات نعتبر فاقد الأهلية، لذلك لازم يتوصى عليه من الآخرين. شلون إحنا نقيس هذا الأهل يعني مؤهل هذا الشخص أو غير مؤهل؟ عندنا هذا نوع من التيست ميني منتال ستيت اكزامينيشن MMSE. هنشوف هاي الصفحه هنا، شايفين هاي الاستمارات مرات تيستات احنا نصحينها شغله سايكومتريك تيست، نجيب المريض ونخليه له سكورات حسب الاستجابه. هنا الاستجابه مالت المرضى تكون على شكل نفحص ذاكرتهم، نفحص اللانجوج مالتهم، نفحص قابليتهم العقليه باسئله، وحسب الاسئله نعطيهم سكورات. هاي نشوف احنا من 5 مرات تكون من 2 حسب من 1 من 3 ونجمع التوتال زين، فاحنا التوتال مالتنا نجمعه ونشوفهم هذول يكونون قابلياتهم العقليه تسمح لهم انه يكونون legally competent or not. واضح؟ فاذا قلنا تكون المجموع مال هذا ال MMSE أقل من 20 تنشوفه 20 كلش قليلة تعتبر، أو مرات يقول أقل من 24، إذا هذا الشخص عنده cognitive impairment، يعني cognitive impairment شنو؟ مشكلة عقلية، أما يكون dementia عنده أو intellectual disabled، فهذول الأشخاص يكونون تحت وصاية الآخرين. أوكي؟ فهسه حنرجع شوي اللي legally competent person اللي الأشخاص اللي هم أكثر من 18 سنة. اللي يقررون قراراتهم الطبية، ما لنا علاقة احنا بالشغلات العقار والشغلات القانونية الأخرى، بدنا نحكي على legal aspects of medicine، شغلات تخص المديسن، زين؟ فاكو استثناءات للحالات اللي أشخاص اللي عمرهم أكثر من 18 سنة ونعتبرهم أيضاً فاقدين الأهلية، إذا كان أولاً الشخص مصاب بالintellectual disability حتى يكون احتمال من الطفولة هو أصلاً مثلاً هو داون سيندروم او عند congenital anomaly وقلنا low IQ فيصيرون دول intellectual disabled، او احتمال بعدين تعرض الحادثة هو طبيعي انسان طبيعي بعدين تعرض الحادثة وصار intellectual disabled، او الاشخاص اللي عندهم dementia دول بعد ما يقدرون يقررون قراراتهم بنفسهم. بعد ممكن شخص ما عنده مشكلة لكن هو عنده مشكلة، ما عنده مشكلة عقلية لكن مشكلة سلوكية، مثلا ما يقدر يتصرف بأمواله زين، فهذول ايضا يكونون تحت وصاية الاخرين. هذني نقطتين، شلون نفحصهم ذول الاشخاص ونتاكد ان هذا التيست اللي هو ميني منتال ستيت اكزامينيشن MMSE
زيان حتى لو عرفت تحفظوه المختصر، اللي هي تقيس احنام level of IQ of the patient، قياس يعني الذكاء مالته، قياس الذاكره language، زين بعد تفاصيل ثانيه نعطي اشكال مثلا ونقول ارسم لنا مثلا هاي الشكل اللي جواني يرسم لنا الريد بالضبط، ونعطي سكور. شوف هاي السكورات قلنا 24 الى 30 ما عندهم cognitive impairment، يعني هذول اشخاص طبيعيين، يطلع السكور مالتهم 18 الى 23 عندهم mild cognitive impairment، يعني في شيء بسيط، لكن من 0 الى 17 severe cognitive impairment. هنشوف اذا عندكم اسئله. ماكو سؤال لحد هنا؟ عندنا ايضا موضوع ثاني مهم جدا اسمه informed consent. informed consent اللي يسوي عمليه واحد من الاهل مسوي عمليه او يريدون ينطوا علاج معين يحتاج يعني جيرس، يعرف شنو معنات informed consent، الاقرار الطبي. معناه الاقرار الطبي هنا، الاقرار الطبي معناها اي شيء بيمر احتمال مضاعفات، مثلا عمليه صغرى، نقل دم، نقل علاج معين، علاج كيميائي، زين اخذ خزعه سامعين بها، ياخذون عينه مثلا خشب في مكان بورم ياخذون من عنده عينه، كلها تحتاج مطول اكو فد ريسك فد انفيزيف بروسيجر. صح الانفيزيف يعني شنو؟ راح ادخل فد نيدل، راح ادخل فد اله حاده، فاحتاج informed consent، احتاج المريض يوقع لي في مثلا نهايه صفحه او نهايه طبله مال المريض، شايفينهم هاي البيشنت ريكورد اللي فيها كل معلومات المريض من يدخل المستشفى لحد ما يخرج، في النهايه اكو مكان حتى يوقع به المريض. هنا informed consent مو فقط توقيع المريض اخذه من عنده وهو ما يعرف شنو تفاصيل، لازم احكي له تفاصيل العمليه اللي راح اجريها والريسك اللي يترافق وياها. اقول له هاي عمليا انقاذ حياتك، مثلا راح يشيل ورم، يسوي لك انسداد بالامعاء ولازم يشيل لك اياه، واذا ما شلناه هذا راح الورم يسد الامعاء ويصير مثلا رابتشر، يصير بيرفوريشن، يصير ثقب او انفجار بالامعاء ووقت تتوفى انت من لحق عليك، او راح يصير انتشار للورم هذا اذا كان مالجننت يعني خبيث، يصير انتشار لبقيه الجسم. اقول له الاشياء الخطره اللي راح يسببها المرض، ونفس الوقت اقول له لكن احنا راح نسوي لك العمليه ونبذل جهدنا، لكن اكو مخاطر مال التخدير، نخاف من التخدير، واكو مخاطر مال العمليه، زين؟ فاوضح له الامور كما هي، ما اسبب له رهاب وخوف وقول له ما تنجي وما تطلع من عندها، ولا اسهل له الامور بحيث اقول له لا الامور كلها سهله، اقول له الحقيقه والواقع واشرح له. وقول له انت جبت كفيت ميزان، تريد انت تنقذ حياتك او تنقذ حياه الشخص العزيز عليك، واكو خاطر، فتوقع انه واحنا راح نبذل كل الجهد، طبعا الاطباء بالتاكيد بذلوا كل الجهد الممكن، لانه اكو مهارات مريض تحت رحمه رب العالمين وتحت رحمتهم، هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية هو الشخص الطبيب نفسه يخاف من المساءلة القانونية، فبالحالتين هو راح يبذل كل الجهد، واحنا نوقع المريض على هاي الاستمارة. يكون على علم في التفاصيل اللي يقوم بخطأ انه يوقع المريض على informed consent، هذا اكبر خطأ. يجي المريض هذا اول على طبيب يشتغل اذا صارت اي مضاعفات او اي شيء قال له يقول انا ما وقعت ولا حد اعطاني خبر على المضاعفات الممكنه، ويكون منفذ هذا حتى ممكن انه يدخل الطبيب بمساءلة قانونية. فاول شيء وقاية لانفسكم، حتى انتم تصيرون مقيمين بالبداية، راح تساعدون المريض وتفهموه، لكن هو يتوقع اسم الطبيب الاخصائي الانفورمد كونسنت. انتم وظيفتكم انه تفهموا للمريض على الاشياء اللي ممكن تصير، تساعدون الاخصائي لهذا الشغلة. واضح؟ So, عني نعرف informed consent with the exception of life-threatening emergencies, physician must obtain consent, so verbal or non-verbal, from competent informed adult patients, again, before proceeding with any medical or surgical treatment. ما عدا باستثناء الحالات الطارئة شديدة الخطورة، ممكن انه اي تأخير بين ما انت تنتظر اهل المريض يجون، مريض اجى فاقد الوعي للطوارئ
وينزف نزف شديد وانت لازم تدخله بهاللحظه العمليات واهله مو يمك. ما تنتظر، هاي ما هاي لا فكره انك امرجنسي تروحوا لك، دخله مباشره للعمليات. هاي الحاله يكون الطبيب معفو واهل المريض ايضا ما لازم يسجل انه هاي لا فكره. واضح؟ البقيه تكون بقيه الاجراءات قلنا اما تكون ميديكال احتمال ميديكال نضيف الدواء دي مخاطر مثل ما قلنا دائما البلد يحتاج بلد ترانسفيوجن في آلات يعني معينة مثلا خائف على المريض أنه يصير علاجي فننطيه إياه وقبلها توقيع الأهل أو نحتاج سيرجيكال بروسيجر مثل ما قلت لكم نسحب عينة كلها توقيع ومرات نحتاج فيربال بس أحسن الأفضل هو اللي ريتن المكتوبة الأفضل المكتوبة مكتوبة موقعة للمريض. هذا راح نشوف الكومبيننت of informed consent مين تتكون زين او شن من الاشياء اللي نحتاج بيها ال informed consent. اوكي so before patient can give consent to be treated by the physician they must be informed of and understand health indications of the diagnosis. قبل ما أخذ المريض يوقع في المرافقنا لازم المريض يعرف كل تفاصيل العملية أو الدواء أو شنو اللي بسوي اللي راح يطهيه وشنو المضاعفات المحتملة. هذا لازم نقول له إياه، ما نخفي عنه أي شيء حتى لو كان المريض يعني سبب إنه المريض يرفض فلازم أقول له. واضح؟ نمبر 2 a patient will be also informed of health risk and benefit of treatment and surgery alternative. مثل ما قلنا المريض اخليه يخلص ميزان جديد اقول له هاي تكتبي ميزان هنا انا المخاطر مالت العلاج وهنا فوق العلاج مخاطر المرض مالتك والامور اللي ممكن علاج تساعد في تحسينها لازم اكون واضح وصريح ويا المريض وما اضم عنه اي شيء. نمبر 3 patient must also know the likely outcome if they do not consent to the treatment. نانا كلش مهمة هاي النقطة جدا مهمة لازم أوضح للمريض مخاطر رفض للعلاج. يكون هواي ناس طبعا خوف على أهلهم أقول مثلا هاي العملية أكو احتمال عملية خطر على العمود الفقري ممكن أنه هاي العملية تنتهي بشلل. رأسا يقول لي ما أرد ما أرد العملية أقول له إذا ما تموت العملية أكو أسوأ من الشلل ممكن هذا الحد الشيء يصير عليه ضغط يضغط على مكانات مهمة تسيطر على التنفس تسيطر على الوعي تتذكر شو اكو يعني هاي فرنس يبدي السبانال كورد زين فممكن هو هناك من السبانال كورد ممكن يصعد على البريستم بعد يضغط على مراكز التنفس ريسبيراتوري سنتر ممكن الناس مع المريض يتاثر فاقول لا اكو امور اسوء من عواقب العمليه وهذا هاي الشلل اللي دا اقول لكم عليه مثلا دا المريض مو 100% يصير ممكن انه 20% من المرضى يصير عندهم فاوضح لهم اقول لهم انتم اذا صحتوا ترفضون العلاج او ترفضون العمليه خوف من هاي المضاعفات لكن اكو اشياء تسوي اسوء من عندها مثلا اقول لهم تعالوا هاي عمليه زائد تدويريه للطفل تعالوا وقعوا لي عليها بس هاي العملية سويناها احنا نخاف مثلا يصير عنده نزف الطفل يصير عنده مضاعفات من شنو؟ من التخدير فهم الاهل يقولوا لا من وقع ما نريده خلينا نطلع الابننا ونروح نودي يقول لهم اكو بعد مخاطر اكثر من العملية هسه مو اقول لكم اكو مخاطر للعملية لكن مخاطر بقاء هذا الزائدة الدودية الابندسايتس اذا فقد فراح يصير بيرفوريشن ويصير عنده انتشار للماده القيحيه بجدار البطن الداخلي ويصير تسمم ويموت راسا. فشوفوا انتم سووا مقارنه بين مخاطر بقاء المرض ومخاطر العمليه. كل واضحه ويا الاهل واوضح لمواطنهم الفكره انهم خطي الاهل يجون في حاله يرثى لها يجون بس يريدون ينقذون ابنهم ويسمعون مخاطر عمليه فيكونون يعني احنا نقول عليهم بين نارين فانا اوضح لهم واضح لهم المخاطر الحقيقية من بقاء المرض ممكن شنو العلاجات اللي سببها يعني المشاكل من هالعلاجات اوكي بعد they must be informed they can withdraw consent for treatment at any time before the procedure
راح اعطيهم خبر، ايوه اقول لهم انتوا وقعوا هنا لكن انتوا لكم الحق بالانسحاب، تعرفون تروحون من غير طبيب، تعرفون هذا المستشفى تروحون غير مستشفى، تعرفون هذا العلاج تروحون تشوفوكم يعني غير احد، زين لكم الحق بالانسحاب، يعني انت اللي وقعت مو معناها انه بعد ما لك حق تنسحب، واضح؟ اكو اشخاص يوقعون على فد مثلا نوع من التداخل العلاجي في مستشفى معينه ويسمعون انه في مستشفى ثانيه اكو نوع جديد من العلاج مثلا او اغلى، او يعني يحصلوا فد احنا نقول عليه طلع للخارج العلاج فيلغون، نقول لهم لكم الحق بالغاء الاقرار اللي انطيتونا اياه، الاقرار الطبي. اوكي؟ عندنا النقطه الاخيره مهم في الدراسات ريسيرش ستادي، لما اردت اسوي دراسات على مجموعه من المرضى، مو دراسات تضمن اعطيهم في العلاج الجديد، حتى لا اي دراسه، دراسه اريد اشوف مثلا مضاعف هو مثلا هايبر تنسيف المريض عنده ضغط وياخذ نوع من الانتي هايبرتنشن، انتي هايبرتنسيف دراج، اقول له بدي اشوف نسبه الاعراض الجانبيه اللي سببها في العلاج، صح انا ما راح اتدخل، روح لها اوبزرفيشن مستدي بس الاحظ، ومع ذلك لازم اخذ اقرار المريض اشرح له اقول له هذه الدراسه مالتي تدرس فلان شيء، اريد اشوف المشاكل اللي سبب هذا العلاج عليه واريد اشوفها واسجلها بدراستي، فايضا لازم اخذ منه اقرار انفورم كونسنت، والدراسات اللي ما بيها اقرار خاصه اللي تشتغل على المرضى الدكتي فاكو بيها يعني احنا نقول عليها ethical problem، مشاكل اخلاقيه وما تقبل ممكن بالنشر. زين مرات اكو بلاسيبو افكت، سامعين بالبلاسيبو تريتمنت؟ بلاسيبو يعني شنو بلاسيبو؟ يعني انطيه مويه، يعني انطيه مثلا اضرب فيها مي مقطر واضرب الهياه وابدا اشوفه نفسيا يتاثر بهذا العلاج، وجروب ثاني انطيه علاج حقيقي واقارن بيناتهم. فمرات يعني احنا من نستخدم بلاسيبو افكت ومتى نعطي علاج تدهور حالته، فلما تدهور حالته الى حق الانسحاب المريض، زين واحنا ايضا لازم نوقف الاستاذي مالتنا. هنا ما عندنا مشكله لحد هنا، عرفنا الاقرار الطبي كونسنت فورم شيء اجراء جدا ضروري في كل الحالات اللي نتوقع بيها تصير مضاعفات او نحتاج، يعني مثلا انا اعطي براستول للمريض او اعطي انتي بايوتيك يجيني للعياده او للمستشفى ما اتوقع ذيك المضاعفات اللي تصير، فما احتاج اسوي له كونسنت فورم واخليه يوقع على العلاج اللي اخذه، او اعطي اوبر مثلا انتي كوجيلنت، هذا الهيبارين تشوفون هسه هيبارين يقول للمرضى اللي عندهم كوفيد، فما احتاج اخليه يوقع، ليش؟ لانه السايد افكت مالتهم ممكن مسيطر عليهم، مو مثل العمليات او البروسيجرز اللي يحصل لها انفيزف اللي تحتاج تداخل، زين هاي تحتاج اقرار من المريض. ومع ذلك اكو حالات احنا سبيشال سيتويشنز اللي هي شنو؟ ممكن انه الاقرار الطبي نتنازل عنه، شنو هي الحالات؟ اولا competent patients have the right to refuse the consent to needed test or procedure for religious or other reasons. Even their health will suffer or death will result from such refusal. الأشخاص في حالات الاستثناءات، الأشخاص اللي عندهم مثلا أسباب دينية أو أسباب اجتماعية تمنعهم من أخذ هذا العلاج أو استخدام هذا البروسيجر، ما يوقع لي، لذلك أنا أحترم هذا الرأي إذا كانت الموضوع، يعني مثلا أنا راح بدولة دا أشتغل زين، وهاي الدولة عندهم مثلا خاصة في الدول عندهم يعني الهند عندهم عادات وتقاليد يعني تختلف جدا في الجروبات، مثلا ما ياخذون هذا العلاج، العلاج نهائيا ما ياخذوه، يقولون نعتمد على الهب الاعشاب او نعتمد على طقوس معينة حتى نطيب، فما ياخذون العلاج، احنا ما عندنا بالدين الاسلامي، الله سبحانه وتعالى قال سب الاسباب وقال امشوا بالاسباب، زين؟ ومع ذلك ناخذ السبب احنا اللي هو العلاج وندعو رب العالمين انه يوفقنا هذا العلاج يشتغل علينا. اما اكو لا ثقافات تقول ماكو هذا الشيء، ما عندنا علاج، احنا عندنا مثلا نوع من الطقوس يروحون يغسلون الدهر او يسوون شيء معين وما ياخذون علاجات. فاذا كانت عندهم هذا الشيء فالمفروض الطبيب يحترم زين ويبطل ما ينطيهم العلاج.
Number two, although surgical or medical intervention may be necessary to protect the health or life of the fetus, a competent pregnant woman has the right to refuse such intervention, like cesarean section. أيضا المرأة الحامل اللي نحتاج مثلا نسوي لها تداخل طارئ، يعني شنو عملية قيصرية، cesarean section عملية قيصرية طارئة، لها الحق أنه ترفض، زين؟ حتى لو كانت البيشنت واصلة مرحلة أو الطفل واصل مرحلة ما أقدر أجبرها أنا، واصل مرحلة تعبان ويحتاج سرعة cesarean حتى يطلع الطفل وما يصير مضاعفات أخرى مثل برادكاردية أو ربضة المريضة، أنا ما لي حق أجبرها. فشفنا صاروا اثنين ما لي حق أجبرهم، الأشخاص اللي يرفضون العلاج لأجل أنه أسباب دينية، أسباب ثقافية، شنو اللي عندهم ما لي حق أجبرهم. المرأة الحامل ما لي أيضا حق أجبرها. مع ذلك إحنا من كنا يعني مقيمين، أقعد أتوسل تواصيل أنا بالمريض أو المريضة من أشوفهم يرفضون، يعني المريضة مثلا عندها بليدنج، صاير عندها شنو مثلا ابورشن اسقاط، وصار عندها باقي بيسز ريتيند بيسز، يعني اجزاء باقي لازم تسوي لها كيوريتاج، كورتاج يسوي له، فلازم تحتاج حتى تطلع ريتيند بيس. اكو اهل يرفضون يقول لا احنا سامعين بي مو زين، اظل اتوسل تواسيل واشرح لهم شرح. فلازم انتم يعني صح المريض يرفض وسبب يعني احنا نقول عليه، مو اقول له يلا روح براحتك راسا، لا ابذل جهدي امام رب العالمين لانه هو اللي بمكان هذول الاشخاص. اوكي، هاي ثاني نقطه البريجننت وومن ايضا ممكن ترفض. ثالث نقطه، well, all medical findings are generally provided to the patient. Physician can delay telling the patient the diagnosis if the physician believes such knowledge will adversely affect the patient's health. مثلا coronary patient، احنا قلنا نكون واضحين وصريحين ويا المريض، صحيح اتفقنا عليه ونقول له كل الادفيرس افكت مالت التريتمنت، لكن اكو حالات من نقول للمريض راح نخلي حالة الدهوة. مثلا كوروناري بيشن، شنو كوروناري؟ كوروناري مشاكل الأوعية التاجية، الأوعية الدموية التاجية، ذول اللي يصير عندهم أنجينا ويصير عندهم مايوكارديال انفاكشن. انفاكشن شنو؟ يعني جلطة قلبية وذبحة قلبية، سامعين بيهم ذول؟ عندكم أشخاص أكيد من أقاربكم أو معارفكم أو أحد الابوين صاير عنده، فدول بنقول لهم حقيقه انهم يتاثرون كلش نفسيا، نقول ماكو شيء عندكم مثلا تشنج في صدركم او شيء، بين ما نعطيهم العلاج. فدول هنا بهذول الاشخاص الى حق الطبيب انه ما يعطي التشخيص مباشره، يعطي العلاج المناسب صحيح ويتابع حالته صحيح، بس ما يقول له، لانه لما اقول له يكون صدمه بالنسبه له وتاثر. واضح؟ هنا اكو نقطة ثانية، احنا ما عندنا بالعراق، احنا العائلة تعرف مرض المريض، او سايد مرات الشخص يقول ما اريد عائلتي تعرف، ما اريد احد من عائلتي. هنا عادة هو ما يجي وحده، شايفين يعني العيادات او المستشفيات دائما يجون يا ريليتيف بسبب علاقاتنا الاجتماعية، طبيعة يعني بيئتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، هناك او سايد كل من عليه بنفسه فيجون هناك، فممكن انه يرفض الشخص. ويضطر الطبيب طبعا في حالات حتى لا رفض الشخص انه اهله يعرفون، يضطر يحاكي اهله من وراهم. ليش؟ لانه اكو دور كبير يلعبوه الاهل في تسريع الشفاء، فلازم يعرفون بحالة ابنهم حتى لو الابن رفض. فهاي شوفوا دا نشوف امور احنا، اما نكون انه ناخذ اوكي ناخذ برأي المريض، او مرات لا ما ناخذ برأي المريض مثل الأطفال. اخر شيء اخر نقطة، unexpected findings. unexpected findings مثلا واحد جد يفتحون بطنه يسوي له شنو؟ appendectomy، يشيلون الابندكس، بالطريق ايش لقوا؟ عند فيميل اوفيريان سيست. هذا اداني خب انتظر تقعد المريضة واقول لها تعايش ايش الاوفيريان سيست، انا فاتح. فمن هي جهه هاي حاله الاكسبكتد فايندينج اشيلها وياي بدون شنو؟ بدون ما اسوي كونسنت فورم. واضح؟ لهنا طبعا ما اقدر اعطيكم معلومات اكثر لان صار شوي الموضوع ثقيل.